هناك دول؟ بقيت عيلته مان ان بلاك شايلين الشنط اللي فيها فلوس المهر وشك، عايزين يخلصوا الموضوع. طب نكمل كلامنا، احنا بنتعشى بقى، اتفضلوا. عشا عشا ايه؟ ازاي نتعشى؟ وبعدين العشا ده لازم له اتفاق مسبق، وهات وخد بالظبط ولا ايه؟ اتفاق ازاي يعني؟ احنا قلنا ناكل لقمه كده عشان يبقى عيش وملح. يا عمي مش هينفع والله يا حجيجه، ما هو نافع مش نا. انا بعد ما اخلص من هنا كده كده عندي مرمه تانية لازم اروحها وفيها عشاء، وكده هيروح عليا ولا ايه يا اما؟ ايوه يا حبيبي. مرمه؟ يعني ايه مرمه؟ مصطلح هندسي، ما هو هو مهندس. يعني انا اول مره اسمع ان في الشغل يبقى فيه عشاء. ده العشاء ده اساس الشغل، وبعدين العشاء ده جزء من الاجر، وفي حالات تانية لضيق ذات اليد عند اصحاب الليله بيبقى الاجر كله. يا سلام، الله دي حاجه حلوه خالص. طب على كل حال يعني مفيش مانع تتخلى مره عن العشاء في شغلك عشان نقعد بس ناكل لقمه مع بعض. جرايه يا ام المدام، مالك في ايه؟ مالك كده انت بتزندي المدام كده، بتقف في ظهرها في كلام ملوش معنى. بتزنديها يعني ما ينفعش. وبعدين انا اديت كلمه وكده، انا صورتي واسمي هيتهزوا في السوق لان بهيج ما ينفعش يرجع في كلمته. لا لا لا، والسوق مضروب اليومين دول. امال ايه يا حجيجه؟ بص يا حجيجه، انت عارف انت لو غفلت كده ولا كده تضيع منك بالليلتين على طول، الاسبوع يتفرتك يتفرتك منك كده. ليلتين يا حبيبتي؟ ورديات ورديات في الشغل يعني. انا حاسس ان في تساؤلات كتير في دماغ الدكتوره. كتيره جدا. لا انا حاسس. وبعدين اسالي اسألي، لأن السؤال نور، ودوت هيخلينا نشوف طريقنا اللي هيبقى مليان مطبات وحفر وممكن نلبس في الآخر. عين العقل. أيوة، بس أنا حاسس إنك مكسوفة مكسوفة. شوفي أنت ربيتي ربيتي يا حاج، ربيتي يا حاج مكسوفة، بس الكسوف ده ما بينزلش من زور، ما بياكلش معايا خالص. يعني اللي بيتكسفوا ما ببلعهمش وما بيقعدوش معايا على ترابيزه. الحق يا ماما، ده فاكرني بكسف بجد وانا لابسه له فستان ماجده، وانت فاكرني بكسف بجد؟ انا ما بكسفش بجد على فكره، انا بس كنت عايزه اقول لك يعني ايه الاكل ده اللي بيصرفوه لكم في ورديات؟ ماجده يا ماما، ماجده ماجده ايه؟ لعلمك بقى انا مش ممكن بقى اكل وبقى، ده انا ممكن اشرب. اشرب واشرب لك عيالي، اشرب هشرب لك وهي وقايمتها. ايه يا ابني؟ ايه شرب ايه؟ افهم انا؟ طا طا طا، بس انا ماليش فيه. كلمه الشوربه اللي اتقالت دي انا ماليش فيها خالص، وبعدين حد الله ما بيني وما بين الحرام. انا ابني ما شاء الله عليه، لا سجاره ولا كاس. مش في حاجه برضو مش انا مش لقطاها، ازاي الشركات المقاوله يصرفوا خمره المهندسين هم يا جماعه؟ يا دكتوره افهمي بقى واعملي لنفسك كده غسيل مخ عشان تفهمي معايا. ايش دخل المقاولات بتاعت الصبح بتاعت القافه بتاعت المهندسين بتاعتي لما ببقى مهندس الصبح كده، والموضوع اللي بيحصل بالليل وسهر الليل وكلام الليل؟ ليه هو انت بتشتغل ايه بالليل؟ انا بقلد فنانين في الكباريهات. نعم؟ ايوه بقلد فنانين. ايه مالكم مسؤولين كده ليه؟ هو في شاب في الدنيا ينفع يجهز نفسه بعد ما ياخد شهادته؟ ما ينفعش طبعا. احنا بقى في وسطنا بنجهز نفسنا وبنبني نفسنا كرجال اعتصاميين خلاص بنقطه نقطه. ايوه المدرسه التنقيطيه. ايوه اي نعم، انا ما اتشهرتش دلوقتي، بس كل الارهاصات اللي جايه بتقول ان انا القادم، انا من سيربح المليون، انا الجوكر التالت في الكوتشينه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شكل الدكتوره مش مصدقاني. لا 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 لا، انا هخليك تصدقي على فكره. ثانيه واحده اتحزم واجيلك. يلا يا حوده. يلا يا حوده. يلا معلش معلش. ده بيطلعوا الفلوس. هظبطكم، دي عروستنا بره. ماشي؟ هات لي هات لي، امسك دي يا حوده. يلا. ها؟ ايه ده؟ حاسبة حاسبة هزغللك، ده انا هبهرك. خد يا ريس. يلا بيقولوا تكون مهندس، بيقولوا تكون مهندس وهبقى مقامك كبير، بيقولوا تكون مهندس مقامك يبقى كبير، 7 سنين مهندس وانا افقر من الفقير، انا افقر من الفقير.
للفنانين والبنيه في ثانيه لعبت وهبا فنانين. العب 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 وليد ارمي ارفع ارفع ارفع. مفيش بنات يا ابني في البيت ده للجواز، خد امك يلا روح لو علقت فيك.